مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البدايه مع الترجي الرياضي التونسي ومستقبل الاطار الفني بقياده ميغيل كاردوزو. الى حد الان الوضعيه ما هيش واضحه، اداره الفريق مش راضيه على النتائج الاخيره في اخر ثلاثة مقابلات، زوز تعادلات والبارح كانت هزيمه ضد ترجي جرجيس واحد بلاش، ومش راضيه زاد اداره الترجي على المردود والتصرف في الرصيد البشري الموجود من قبل المدرب ميغيل كاردوزو. تقريبا كل المؤشرات تدل على قرب نهاية العلاقة التعاقدية بين الترجي وميغيل كاردوزو. إدارة النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا اليوم على تعيين محمد المكشر مدرب جديد للفريق خلفا الحمادي داو. آخر تجربة للمكشر مع الإتوال كانت ما بين أوت 2022 وفيفري 2023. بالنسبة للتركيبة الكاملة للإطار الفني، محمد المكشر مدرب أول، منير بوقديدة ورضوان الفالحي زوز مدربين مساعدين، براوي عيسى مدرب حراس، مهدي الحاج عمر موعد بدني، ونادر الترودي مكلف بالتقييم والإحصاء. نواصل مع النجم الساحلي والمدافع حسام الدقدوق، باش يرتاح لمدة 3 أسابيع بعدها يرجع للتمارين بعد ما كانت فما مخاوف من أنه إصابته تكون خطيرة في الركبة، لكن الحمد لله الفحوصات المعمقة اليوم أثبتت أنها تستحق 3 أسابيع راحة فقط. المدرب المغربي المستقبل جابس عبد المجيد الدين الجيلاني قرر الانسحاب من تدريب الفريق بعد الهزيمة البارح في جابس ضد مستقبل سيمان 2-1. في نجم المتلوي اليوم تم انتخاب رابح الديناري رئيس جديد للفريق لمدة 3 مواسم، وقبل الانتخابات كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للموسم اللي تعدى، وأهم في تقريرها المالي عجز ب 600 مليون. نهاية الأسبوع يتلعبوا قبل الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فما مقابلة الأولمبي البيجي النادي الإفريقي، مباراة قمة بتتلعب نهار السبت مع ماضي 2:30. إلى حد اللحظة هذه ما زال ما تمش تحديد ملعب لاحتضان المقابلة هذه. تقريبا انحصرت الصورة ما بين زوز ملاعب، إما ملعب مجاز الباب أو ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. وإلى حد الآن إدارة الأولمبي البيجي والسلطات الجوية ما زالت ما راسلتش السلطات الجوية في بنزرت باش وطلبت منها باش يحتضن ملعب 15 اكتوبر المقابله ضد النادي الافريقي. دونك مازال ما نعرفوش ملعب المقابله، لكن باش يكون مجاز الباب او بنزرت. بقيت المقابلات نهار السبت مع 2:30 نجم متلوي النجم الساحلي، اتحاد تطاوين شبيبه العمران، 5:30 تاع العشيه ترجي الرياضي التونسي يواجه النادي البنزرتي. بقيت المقابلات نهار الاحد مع 2:30 ملعب التونسي مستقبل جابس، مستقبل سليمان اتحاد بنجردان، اتحاد المناسيري ضد قوافل القفصه، والأربعة متاع العشية نادي صفاقسي يواجه ترجي جرجيس. أبرز المباريات اليوم خارج تونس، في إنجلترا 8 نوتنغهام فورست ضد كريستال بالاس، في إيطاليا 8:15 فيرونا ضد مونزا، في إسبانيا 8 فالونس ضد لاس بالماس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان.